بالبر والعدل أمامه، صرت مجاهدا تقاتل عن الأمانة، ومضيت إلى السيد المسيح الذي أحببته، وصار تمجيدك وتذكارك معا في آخر الشهر الذي يدعى برمودة. قال الرب ليكن نور، فكان مرقس نور في أرض مصر، فلما رآها الله حسنا دعاه نهارا، لأن الظلمة كانت بمصر عظيمة قبل مجيء مرقس النور إلى أرض مصر. فمضى أولا إلى الإسكندرية وألقى شبكته، فاصطاد نفوس كثيرة وثبت أساس البيع على الصخرة الغير المتزعزعة التي هي السيد المسيح. فجره الكفر يومين على الأرض حتى جرى دمه، ونال إكليل الشهادة من يسوع المسيح الذي أحبه، وصارت الكنيسة تعيد له آخر شهر برمودة، وكانت شهادته بمدينة الإسكندرية وجميع كورة مصر، ودم الطاهر الذي أهرق في الجهاد، وقبلت كل كوارنا التوبة عند مجيء الشهيد إلينا، وأقام لنا البيع لنعبد فيها الله عوضا عن المذابح، ونمجد المسيح إلهنا مع أبيه الصالح والروح القدس. كريم أمام الرب هو يوم تذكارك يا أبانا القديس أنبا مرقس الرسول الإنجيلي، يا من أكملت وصايا المسيح معلمك الذي أعطى لك مفاتيح الملكوت، وهو الذي أرسلك إلى مصر من قبل المسيح لكي تبشر هناك الجالسين في الظلمة وظلال الموت، ففزت عليهم ببشارتك واحتملت العذاب بقوة عظيمة وصبر، وكنت فرحا وهم يجرونك في وسط الشوارع حتى جرى دمك، وكنت راعيا صالحا لم تفتر بجمع قطيعك إلى ينبوع الحياة التي هي الكنيسة، الميناء الصالح التي يقبل إليها كل أحد، وثبتت شعبك على الإيمان المستقيم، وأكملت سعيك في مرضاة الله. بصلوات ماري مرقس الإنجيلي أنعم لنا يا رب بغفران خطايانا، أمين. Yeah.
قروس انت بايه وتهربتش سنين بايه النص قريب من خاتيه متشوي سنت فكان النوذي ناني ظني شوني ما ترجوني طعم الكتب شوش من ظنوه اشتروا اسكي خلوك نيل مشوي صريف ورسل رجلوه اسمو يرون جيف نوتي تنمع اسمو بفرنس وادر بلبب اسمو ناشو بيف ميني افون خنرو اسمو يجيب يوني بشير إلهم بالنبوة إس أوه ستريا كريجي كيفون كنوش مرسنتي أولا كريدي صون يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا ورسول أطهار المقامين قائلا إن أنبياء وبر كثيرين اشتهوا ليرهم أنتم ترون فلم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها توبوا بشر وليجا لكوهم فإما تسمع فنستحق أن نسمع ونعمل بأنجيلة مقدسة بطلبة قديسك صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين عمرونا وارسونا أن نشكرهم في الباطل ضرعات التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى عايش فيهم لأنك أنت حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا هللوا ما ماروك شخص في الإكليسية أنت بفلاوس ومارو اسمه يرفيت كاتدرا أنت يبز فيتيروس جاف كوين ومتيوت مزيتين على سوف نابن جنس وطن وفي أونف أفرق جاب شو سوى النف أم أنسي جن فوق بفوق شايني قطع التقسيس المشي سيدك شو سوى نعم أمك بنيوتس أوا بن بطر يرشيس بابا فشينوتي بماشم نم بنيوتي نيبس كوبس أفر فايل شو سوى يا ريبتين ونخلي دويا من مزامير
سقطه علينا آمين. يا رب من يسكن في مسكنك أو من يحل في جبل قدسك إلا السالك بالعيب ويعمل البر يتكلم الحق في قلبه همين في كنيسة شعبي وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على تقسيم الكيسادات الرب عن يمينك يا أبانا الطباوي البابا البطريرك الأنبا شنود الثالث وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا رفائيل الرب يحفظ لنا حياتكما. أمين كن الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وكان في كفر ناحوم عبد لملك ابنه مريض هذا استمع أن يسوع قد جاء من اليهودية انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه لأنه كان مشرفا على الموت فقال له يسوع لا تؤمنون إن لم تعاينوا آيات وعجائب. قال له عبد الملك يا سيدي انزل قبل أن يموت فتاي. قال له يسوع عندي ابنك حي. فآمن الرجل بالقول الذي قاله له يسوع وذهب وفيما هو نازل استقبله عبيده قائلين إن ابنك حي فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ تعافى فقالوا له أمس في الساعة السابعة تركته الحمى ففهم أبوه أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع أن ابنك حي فآمن هو وبيته كله كل مكان حالك كل الأزمان مرقس بأبو السورس باللي فلسطين في أرض قديسين جيت ولا أعلم مرقس بأبو السورس تابعت الرب يسوع شاركت ما إلي أنبو وبشرت في